مين استأجر لي الشقة؟ أكيد بتعرفي بالموضوع. تعرفي هيك هو أنا كيف بدي أعرف لك مين هو اللي استأجر لك البيت؟ علاقتي فيهم مقطوعة. ماشي، قالوا لي جوزك استأجرها، بس مهم ليش بده يدفع كل هالمصاري ويستأجر لي بيت؟ والله العظيم آخر مرة ما قدرت أتحملها، رحت قلت لها أنت وحدة غيورة، وأصحك مرة تانية تقلديني، وقال لها بخربط لك وشك كلياته. قولي لي ما معي حق؟ والله معك حق. يا الله شو عم بصير عنده؟ دقيقة وراجعتني. لوين؟ خليكي أنا ما بطول. خير شوفي؟ تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن بدنا نشوف مهند تيجين أوغلو. أنا أبو لمهند، شوفي. عرفنا أنك أبو من الشباب. خير، شو بدكم بإبني؟ ولا شيء، بس نحن ما كنا منعرف وين محله، بس ونحن مارقين شفنا المحل بالصدفة، قلنا لحالنا منسلم عليه ومنه كمان مندوق معمول المحل. سامي بيك؟ خير كوسر خانو، شوفي. شو بده يكون يعني؟ ما في شيء. انت شوف زباينك شو بدهم، شوفهم، انا فيني استنى، ما في مشكله، معي وقت بستنى. اساسا نحن رح نمشي. وصل له لابنك سلام بشير بيك. مين هذا بشير بيك؟ انت قل له وهو بيعرف. ما في داعي، هي ضيافة المحل. يلا منيح ما في فراطة. مو مشكلة ابني، صحة وعافية. يلا بخاطرك. تفضلي كوسر خانم، شو هو طلبك؟ مين بيكونوا هدول؟ ما بعرفه. أنا كنت مفكرتهم من رجال فرحات، بس منيح اللي طلعوا من رجال بشير. ليش أنت بتعرفي لهذا الاسم بشير؟ وأنا من وين بدي أعرفه؟ بس مو هنن هلأ قالوا قدامي؟ إيه صحيح. أنا بس شفتهم فكرت إنهم من رجال فرحات، لهيك حملت حالي وأجيت ركض لهون لعندك. قلت لحالي بلكي عملوا لك شي شغلة وأنت رجال كبير، هدول الناس ما بيتأملهم أبداً يا سامي بي. ليك بما إني أجيت أعطيني 5 كعكات إذا بتريد. لحظة، ومن وين بتعرفي لهذا فرحات؟ يعني أنت بتعرفي شي بخصوص قصته؟ عم تسألني أسئلة كتير غريبة اليوم، أنا من وين بدي أعرف يا سامي بيك؟ بس مثل ما بتعرف أنا بحضر كتير أفلام ومسلسلات، يعني أنا وقت اللي شفت قدام المحل السيارات السودا وناس غرب داخلين على المحل بسرعة، وما شاء الله أنا مثل ما بتعرف مخيلتي كتير قوية وواسعة، يعني بصراحة الشغلة الوحيدة اللي خطرت لي هي بس فرحات. أعطيني 5 كعكات وخليني روح، بدي أمشي. أعطوها طلبة. ليكي كوسر خانم، فرحات بالسجن وهديك المشكلة تسكرت، بس إذا كنت بتعرفي شيء احكي. بجوز أنا جاية وما حاملة معي مصاري. لا، طلع في معي مصاري. ها ليكن، أنا ما بعرف شي بنوم. لا تاكلي هم كوسر خانم، قصة فرحات تسكرت من زمان، خلي هالشي ببالك. فيك تنسى الكلام اللي سمعته وكأنه ما قلت شي. مع السلامة. تفضل حسين بيك، أنت شو طلبك؟ أنا لما شفتها تاركة محلها وعم تركض لعندك انشغل بالي، قلت أكيد صاير شي مع سامي بيك، لهيك جيت. وهلأ اطمنت. يعطيك العافية. بس كيف بيساووا هيك شي؟ بالعادة ما فيهم يبعتوا شي من غير ما يسجلوا. شوفت عينك، صارت وبعتها. نحنا لازم نشتكي عليهم. يعني نحنا مثل المجانين قاعدين عم ندور على فرحات لحالنا. طب افترضوا لقينا، ما رح يعلق مهند معه؟ مهند، مين هذا بشير؟ مين بشير؟ واحد اسمه بشير.
هيك كتير ممتاز، خليه يدور مثل الكلب. عينكن عليه. ما في إلا عم يلف ويدور مثل القطة يلي دنبة محروق. وطبعا معه رفقاته علي وجميلة وزينة، مساكين كلياتهم مستنفرين على آخر. بس مؤيد كمان عم يدور معهم، وهاد وراه كل بيت سنانير، وهدول الناس مانن سهلين أبدا. مهند ومؤيد مانن لحالهم مثل قبل. يعني أنا برأيي مو من مصلحتك تعادي هيك ناس بنوبيا فرحات، أنت مانك قدهم أبدا صدقني. حابة تحكي مع أهلك مزبوط؟ خدي لشوف احكي من هون. احكي معهم وانت بجنبي. ماما حبيبتي سمرة، أنا خالتك نيرمين يا بنتي. أهلين خالة نيرمين. ماما وينها؟ أمك. أمك يا بنتي لا تقلي لدغري، هلأ بتنصدم. سمرة شو صاير خالة نيرمين؟ شوفي ليش هيك صوتك؟ أمك منيحة بس أبوك هلأ تعرض لأزمة قلبية. كيف؟ لا تخافي لا تخافي، أنتي وينك؟ وضعه صعب بس إن شاء الله رح يقوم منها. طيب هو بأي مشفى هلأ؟ ماشي ماشي يسلم. أنا لازم روح فوراً، بدي سافر عمرسين، بابا متعرض لأزمة قلبية وحالته كتير خطيرة. شبكي اهدي اهدي، خلص رح أروح، ما رح أتركي، أنا رايح معي. يعطيك العافية. شو صاير الدوام على كيفك يا جميلة خانو؟ أخذت وش وكترت. أنا لهلأ ما عم بفهم أنتو شو عم تحاولوا تعملوا. دفاتر تسكرت من زمان، ليش بتكون تفتحوها من جديد؟ لأنه عن جد بدي حاول ساعدها لأختي يا عمر، بس يصير وقتها بدي إنك تكون بجنبي، بتمنى تفهمني. المفروض إنه نمنع بانا ترتكب غلطة كبيرة،